بالمسمار. اسمي رياض الفتوحي، كان سني 5 سنوات، تعرف اسمي صدف، أدرس بالمستوى الإعدادي. اسمي مدرستي، مدرستي مجموعة مدارس أولى رئيسي. ماذا تفعل في مدرستي؟ في مدرستي أقوم بأنشطة متنوعة، أدرس، أنا أقرأ القصص. زميلة يمكنك تعرف بالمرأة في مدرستي؟ في مدرستي فضاءات عديدة، فضاء العلم، فضاء للسرخائر، فضاء اللعب، وهناك أقسام كثيرة، ساحة فسيحة بها ألعاب، حديقة جميلة، ومسبح، إضافة إلى مطعم. كيف تقضين يومك؟ في الصباح أستيقظ من نومي، أغسل وجهي، أشد ملابسي، أتناول وجبة الفطور، ثم أتوجه إلى المدرسة. عند الزوال أتناول وجبة الغداء، وبعد الزوال ألعب قليلا مع أختي. أما في المساء فأتناول وجبة العشاء، ونظف أسناني، أشد منامتي، وأنام ذاكرا لأستيقظ ذاكرا. وأيضاً أبي.